إذا ورا الأكل مباشرة أنت شعرت بالتعب والخمول والدوخة والحكة وصار عندك نعاس وصار عندك انتفاخ في البطن وصار عندك آلام وغازات، هذا دليل على أنه أنت عندك اضطراب في الجهاز الهضمي. شنو الحل؟ الحل هو على 3 مراحل أو على 3 عينات. 1، أنت لازم تعرف أنه الجهاز الهضمي يتلقى كميات كبيرة من الطعام، وهاي مشكلة، وهاي المشكلة إجتنا من طريقة التفكير اللي إحنا موجودة عندنا بهذا العصر الحديث، إنه لازم ناكل 3 وجبات باليوم. هاي الطريقة اللي إحنا لحد الآن ما نعرف وما لقينا لها تفسير، يعني من أين لكم هذا ما نعرف. جسمك ما يحتاج 3 وجبات باليوم، جسمك في أكثر التقادير وأكبر التقادير يحتاج بس وجبتين باليوم، وإذا تأكل وجبة واحدة فأنت بعد يعني جسمك يتعدل والجهاز الهضمي عندك يتعدل. هذا 1. 2 عزيزي، أنت لازم تعرف أنه في هناك أكل إحنا ندخله ما بين الوجبات. يعني شنو؟ يعني صح أنت تأكل 3 وجبات باليوم وهذا غلط ولازم تسوي ليها وجبة واحدة، بس بين الوجبات أنت هم جاي تعلس شغلات ثانية، نساتل، حلويات، فواكه، عصاير، ذوق هاي، أكل هاي، تمام؟ هاي هم تسوي اضطراب بالجهاز الهضمي، هاي تعوفها. الشغلة الثالثة والأخيرة عزيزي المشاهد هي أنه لازم تحافظ على كثرة الألياف في الطعام، لأنه كلما زادت الألياف في الطعام كلما ارتاحت الأمعاء. إذا أنت خففت عدد الوجبات، قللت من عدد الوجبات وابتعدت عن الأكل ما بين الوجبات واستمريت على الألياف اللي موجودة بالخضروات، فهنا راح تسوي تنظيم كامل للجهاز الهضمي الموجود عندك. وشكرا.